الخبر هذايا ناخذوه مع ابنه احد الموقوفين اللي هي اميمه معنا في المباشر، وعندها تواصل مع لسان الدفاع اللي موجود في الجزائر، وايضا تمشي كل يوم وتجي على السفاره في تونس وقاعده تشوف التطورات نتاع القضايا. اميمه مرحبا بك، مساء النور. مرحبا بك يا اميمه، شنو احوالك؟ عايشه الحمد لله. انت نذكروا بوك وخالتك وخطيب خالتك مازالوا موقوفين في القضايا هذايا في الجزائر. تم الافراج ما تمش الافراج؟ اعطينا شنو قاعد يصير. لحد الان ما تمش الافراج عليهم، ديجا ما حطيتش برشا معناها صفحات وبرشا حاجات قاعدين يدور نهار ينادوما معناها تم الافراج عليهم. الحكايه غلطه ماهيش صحيحه، احنا باتصال معناها مع المحامين مشينا الغاديكا والكل، الحكايه مش صحيحه. لحد الان ما تمش الافراج عليهم، يعني الاخبار اللي مهبطينها كلها اشاعات. معناتها مازالوا موقوفين في الجزائر. شو قال لكم المحامين؟ انتم تتواصلوا مع المحامين وغاديك مكلفين شكون يدافع عليهم؟ شو هي المعلومات اللي يعطيها لكم؟ شو التطورات اللي لحد الان؟ لحد الان حتى المحامين معناها اللي متصلين بهم وموكلينهم عليها نستناو، عملنا الاستينات نستناو باش تتعين لهم الجلسه الثانيه، ومازلنا نستناو باش نشوفوا يعني الجلسه الثانيه شنو الحكم. هو في الحكم الابتدائي حكم عليهم 10 سنين هكا ولا؟ اي الحكم الابتدائي 10 سنين. عملتوا قضايا في الاستئناف، ما زلتوا تستناو في تاريخ جلسه؟ مازلنا نستناو حتى اللي تتعين الجلسه. جوست سؤال، معناتها اليوم السفاره في بالها، ما نعرفش الخارجيه في بالها بالموضوع، تواصلت معاهم؟ عندك شي معلومات؟ اتصلنا بهم. أميمة تسمع فيا؟ أميمة اي نسمع فيك. قلت لي تواصلت معاهم، اي شنو قالوا لك؟ اي فوالا، دونك تواصلنا معاهم الحق معناها هما استجيبوا معنا وقفوا معنا واحد الكل بالكلمه الحق سمعونا كل شيء، من حد ما كنا حتى تدخل يعني معناها ما تدخل حتى حد للرئيس نتاعنا لا حتى مسؤولين حتى حد يعني ما تدخل فيها القضيه هذه. فوالا، شنو رسالتك؟ شنو تحب تقول اليوم للمسؤولين في الدوله؟ والله احنا اللي بدينا معناها انه القضيه يتدخل فيها الرئيس نتاعنا والمسؤولين انهم ينظروا لهم معناها في الحكم هذيا، ما نعرفش شنو ينجموا يتصرفوا الحق، راهو ما نعرفش كنا نعطوا اخبار عنا برشا اخبار على عائلات صار فيهم، فيهم شكون راهو لحد الان توا في المستشفى مريض، ريقت فما شكون اللي جت وجلطه. معناتها من العائلات الموقوفين اللي من عائلات الموقوفين عندنا شكون جات وجلطه، عندنا فارقه في السبيطار ديجا عنده نهاري من مريض عنده السكر هو رقد في السبيطار غاديكا، احنا معناها بنتصل مع المحامين هما اللي علمونا بهذا الكل. بوك انت في السبيطار؟ اي بابا انا في السبيطار، وعندنا حد من الموقوفين زاد جات وجلطه ما عندوش برشا ليالات اللي معناتها وضعيتهم ولا صحيه ولات متدهوره. وضعيتهم على الاخر بالحق معناها احنا كل زياره نمشي واحد يمشي متازم نزيد نقاومهم ما كيفاش يبكيو تعبين حياتهم تحطمت. مشيتوا للجزائر قابلتوهم؟ مشينا اي نمشيو في الزياره قاعدين الحق ما فما معناها حتى شيء جديد، هما في حاله واحنا نروحوا اكثر منهم. بالله خلينا نفسروا للراي العام، انت مشيت وقابلت بوك وقابلت عائلتك معناتها الموقوفين الغادي، شنو كانوا جايبين هما مشيت تحاكموا ب 10 سنين معناتها؟ هما حتى كي مشينا وقابلناهم وشفنا يعني جايبين مواد غذائيه وفيهم معناها اللي جايبين الزيت واحد الكل، اما معناها كي تشوف حتى في المحامين الكل كي شافوا معناها هما بدهم حتى المحامين صدقني يصدموا معناها في الحكم هذا نتاع 10 سنين، خاطر ماهيش كميات كبيره برشا كيف ما قاعدين يقولوا يعني فهمت. مش كيما قاعد يتسوق معناتها صحيح يعني انا نتسوق، انا قلتها قبل نعاود يعني كان هما حسب العدد نتاعهم 9 اشخاص كان باش تقسم الكميه باش تبقى كل واحد عنده كميه صغيره مش كميه كبيره لدرجه انهم باش يضروا اقتصاد ولا حاجه فهمتني، يعني عبيد ميشا جبت سلعه جبت باش تسترزق على روحها باش تعيش توكل صغارها وعائلتها. وراها معناتها هو رسالة حتى للدولة التونسية، لو عندك أولادك اليوم موقوفين في الجزائر بتهمة أن واحد جايب دبوزة زيت شوية من عرش روز ولا من عرش نوع شيء مواد غذائية. معناها سامحني كان جاي يعرفوا بالحكم هذا نتصور معناها مش بشوف أنه واحد يريسكي بحياته، كان جاي يعرف أنه الحكاية فيها 10 سنين ما نتصورش كان يحشو كل مش لازم لا من زيت ولا من حد شيء فلا احنا بلا زيت بلا زيت صح احنا بلاش بلاش صحيتك معناها كان زي واحد جاي تروحوا باش يتحطم 10 سنين باش يتحطم عائلته وراه ما نصورش معناها انه باش يوصل للدرجه هذيك باش يمشي يعني والكل، هما ما عندهمش علم حتى بالقانون نتاعهم فهمت، يعني كان زي واحد عنده علم بالقانون ما نصورش انه حتى باش يتجرأ وانه باش يمشي ويجي.
راهي عرض حياته للخطر. فلا هي رسالة للدولة التونسية الجمهورية، لو عندكم ولادكم موقوفين في قطر جزائري شقيق، وإحنا نذكروا معناتها حتى أشقانا الجزائريين يجيو لتونس ويهزوا وإحنا نجيبوا كيف كيف زاد ليبيا وغيره، معناتها فلا معناتها سيرتو إحنا تويكا تونس معناتها في محنة خايبة، كل شيء مش متوفر لنا، لا الزيت لا الحليب لا السكر، كي إحنا لقاو معناها هما حاجة غاديكا متوفرة، هما حتى كيف يجيبوا بشي وقت زاد المواطنين اللي موجودين هنا يعني هما لمش يضروا عبد لا حتى شيء يعني، وخينا احنا كما نقولوا الزير وتونس اخوات يجوا يسقطوا من عنا ياكلوا عنا مرحبا نمشيو، احنا كي ظروف تونس توا كيما احنا خايبه نسقطوا من عندهم باش نعيشوا غيرنا ويعيشوا رواحهم وكل شيء، ربي يفرج عليهم ان شاء الله. شكرا يعطيك الصحه، ان شاء الله ربي يسمعكم علم الخير، وان شاء الله بالصحه والعافيه للوالد، ان شاء الله ان شاء الله تسمع عليه اخبار طيبه يا اميمه. شكرا لك، ان شاء الله، شكرا، يفضلك، شكرا لك، احنا نوصل.